بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث يا إخوان في بيج 27 عن الويب أوثرينج، اللي هي تأليف صفحة أو تصميم صفحة. في بعض الأمور لما تدخل في تخصص الويب، في بعض الأمور لازم تضعها في الويب ديزاين عندك لما تيجي تصمم أي صفحة. طبعا هذه مطلوبة بشكل أكبر للأشخاص اللي بدهم يتخصصوا في هذا المجال، لكن مطلوبة منك في النظري. في عندي بعض المفاهيم الأساسية: evaluating the needs of target audience. لازم أهم شيء لما تيجي بدك تصمم أي صفحة تعمل تقييم لمين الأودينس المطلعين، لهؤلاء للأشخاص هؤلاء الذين يطلعوا على صفحتك. صفحتك إيش راح تكون، إيش الهدف مال صفحتك، ومين الأشخاص اللي راح يتابعوا هذه الصفحة. هذه مهمة جدا. عندك creating story boards. story boards اللي هو عبارة عن تصميم بسيط بحدد لك كيف راح يكون السايت مالك. يعني لو جينا الآن أضرب لك نموذج من النماذج، يعني زي هذه مثلا الصورة طالع، هذه بنسميها ستوري بوردز. بس توضح شوي، هذه الستوري بوردز زي ما انت لاحظ، زي ما انت ملاحظ بالتصميم قبل لسه ما نبدا بالعمل الصفحه، بنجلس وبنشوف يا سيد عزيز تصميم بسيط جدا، كيف انتقال الصفحات، كيف السايت مالك. ولما نتحدث عن سايت، ايش الفرق بين الويب والسايت؟ يعني الويب عباره عن صفحه، صفحتين. السايت بتكون في عندك صفحة رئيسية ماستر، وبتفرع منها ايش، او بتشعب منها صفحات اخرى. هذا سايت ببساطة شديدة. فلاحظ انت مثلا هنا الستوري بورد. الستوري بورد ايش بوصف لك؟ بوصف لك انه في عندك هنا الصفحة كيف تقسيمتها، والتقسيمة هذه بتتحدث عن الستركتشر سايت. فلاحظ انه عندك هنا التقسيمة مالت هذه الصفحة، شايف اللي هي الانفورميشنز، الايمج اوف، مش قاريها كويس، كانتين، الاكزيت. هذه بنسميها اللي هي السايت ستراكشر. الان الستوري بورد، الستوري بورد اللي هو عباره عن، شايف الاسهم هذه، انه هذا الزر راح ينقلك الى هذه الصفحه، وهذا الزر راح ينقلك الى هذه الصفحه، وهذه الكلمه، هذه بنسميها الستوري بورد. فالستوري بورد يا اخوان تعريفها is the way to get the sense of how websites will look like, feel and behave before it gets to the official design. Start with series of blank rectangles on the page. بيبدأ يا سيد العزيز يعطيك اللي هو معنى أو طريقة للانتقال من صفحة إلى صفحة من خلال البلانك، يعني فاضي. الآن أنا قاعد أصمم تصميم عادي. طبعا في نقطة مهمة جدا يا اخوان، what is the purpose of the websites؟ ايش الهدف من الويب سايتس مالك؟ هل هو sell things، تبيع اشياء، inform others، تخبر اشياء، تخبر اشخاص اخرين بشيء معين، share video or image؟ لازم تحدد الهدف من السايت بتاعك، لانه هذا الهدف يؤثر على الشكل والتصميم. فالستوري بورد تحدثنا عنه. في عندي السايت ستراكشر. السايت ستراكشر يا اخوان ببساطة شديدة تصميم الصفحة. زي ما انت شايف انت هنا عندك، لو نيجي على الصفحة الأولى، في عندك أجزاء حاطط لك الانفورميشن، حاطط لك هنا مثلا التولز أو البتونز، وحاطط لك هنا الإيمج وهكذا. هذا مسميه تصميم الستركتشر. طبعا انت رجال لما تيجي بدك تصمم صفحتك في البيت، يمكن قاعد صفحتك في البيت تحط الصورة على اليمين على الشمال ما يضركاش، لكن لما تتحدث عن سايت اوفيشال لك رسمي، لا، بدك تكون عامل تخطيط قبل حتى يطلع بشكل جميل جدا ومتناسق جدا. فاحنا عادة لما تيجي الشركة بدك تعمل مثلا سايت لجامعة الدمام، ما ينفع والله اعملوا لنا سايت ويلا، لا، بيجلسوا معاك وبياخذوا ايش العناصر اللي بدك تضيفها على السايت، وبيبدوا يصمموا لك ويوروك ترى التصميم راح يكون كذا، يعجبك ولا اجيب لك تصميم ثاني اللي هو الستركتشر وهكذا. في عندي شيء اسمه اللي اوت تمبلت. تعرفوا يا اخوان انه الصفحات كلها، لانه هذا السايت مكون من اكثر من صفحه، من اكثر من ويب، الصفحات لازم تكون متناسقه، فاميليار، ما يكون في عندك واحده شاذه. مش منطق افوت انا على صفحه مايكروسوفت الاقي الصفحه اللي انتقل عليها من خلال الصفحه الرئيسيه مختلف اختلاف كلي في التصميم والخط وغيره. فعاده احنا شو بنعمل؟ بنعمل تصميم رئيسي للصفحه الرئيسيه، وبنعملها كتيمبلت، يعني قالب، بحيث انه الصفحات الاخرى اللي راح ننشئها بناء على هذا القالب.
ما تتغير. فاهمين كيف؟ حتى يصير في تناسق بينهم. تفضل. نعم. زي السلايد ماستر. زي السلايد ماستر. بتسيفه كقالب بعدين بتستخدمه لاحقا. نافيجيشن سكيم. نافيجيشن سكيم يا اخوان بتركز على كيف الطريقة اللي ممكن نستعرض فيها الصفحات او الانتقال. طبعا هي قريبة من الستوري بورد، بس الستوري بورد بدك تحدد الاماكن اللي بده ينتقل منها الى الصفحة الثانية. زي هذا الباتوم اللي انتم شايفينه بيج 2، فبدي اقول لك على بيج 2 اللي هي الفود اند درينك، وفي عندك تحت بيج 3. فهذه يا سيد عزيز محددة في الستوري بورد، لكن انت عندك في اللي هي النافيجيشنز اللي طريقة الانتقال. ممكن واحد يضع اكثر من وسيلة للانتقال من خلال ايش؟ شريط قوائم في الاعلى. اكيد عندكم صفحات شريط قوائم من خلال التاب. زي الجامعة عندنا تاب ولا قوائم؟ تعرفوا التاب؟ التابز زي هذه التابز. في قوائم عندنا كيف؟ احنا عندنا في تابز وفي عندنا قوائم. يعني قصدي احنا في الهاو تو نافيجيت نستطيع ان نختار تابز ونستطيع ان نعمل قوائم، قوائم جنبية او قوائم عمودية فيرتيكال او هوريزونتال بالاعلى. لا تستطيع او من خلال التابس، بس انا شايف التابس اليوم منتشر بشكل كبير، يمكن عشان اسهل يمكن. على العموم هذه كلها العناصر مهمة جدا انك تضعها في عين الاعتبار. طبعا لما تيجي انت رجال باذن الله تعالى تبدأ بتصميم اي صفحة وتتخصص في هذا المجال، لازم تمر على هذه النقاط لانها ضرورية. ما ينفع انت تروح تشترك او تبغى تشتغل لزبون يبغى يصمم صفحة وتصمم على كيفك، لازم يكون مطلع، بدك تاخذ من المعلومات ايش الهدف وتبدا تعطيه ايش التخطيطات قبل ما تبدا تشتغل. لما يوافق الرجال على التصميم البدائي كل شيء تمام، ساعتها بتبدا تشتغل، ما راح ياخذ منك وقت. Recognize good practices and font selections. في نقطه مهمه بالنسبه للفونت يا اخوان، في serif fonts، وهذا serif fonts والarial والcourier، هذه كلها خطوط معتمدة في الويب أفضل، لأنه هذه مع اختيار مع تغيير الريزوليوشنز، لأنه لاحظ أنه عرض الصفحة معتمد برضه على الريزوليوشنز، لا تجد أنها تتشوش هذه الخطوط وإنما بتكون واضحة. فبننصحك أنك تستخدم هذه الخطوط عند تصميم الصفحة. الآن لما أجي أبدأ بدي أصمم الصفحة بعد ما مريت بالمراحل السابقة، بدي أبدأ بتصميم الصفحة. طبعا اخذنا المحاضره اللي فاتت وعجبتكم المحاضره اللي فاتت بال HTML، وشفتوا انه ال HTML مش ماده صعبه وبالعكس ممتعه، ومن خلالها استطيع لسه اكمل واعمل فورمز واعمل باتومز، زر استدعي الباتومز واعمل سبميت للفورم عندي، واعمل تيبلز واعمل ليست، اوردر ليست او ان اوردر ليست. لكن اليوم تدريس الطلاب عشان الاستعجال ما يخليك انك انت تضيع وقت في كتابه الكود، لانه زي ما انتم شفتوا كتابه الكود ممكن تغلط في حرف تغلط في كذا، فهذا باخرك. اليوم صار في عندنا كثير من البرامج الديفلوبر اللي استطيع استخدمها لاختصار الوقت. اذا هي بتقوم بكتابه الكود HTML، لكن انا بالنسبه لي سهلت علي، بدل ما اكتبه انا يدويا هي تكتبه. من ضمن هذه البرامج اخوان الويب اكسبريشن اللي تفتحه، وين نفتحه؟ عند ستارت اول بروجرامز، في عندك مايكروسوفت اكسبريشن، وداخله في عندك ملف اسمه مايكروسوفت اكسبريشن ويب 4، وهذا برنامج مجانا فري ترايل من موقع مايكروسوفت، لكن في برامج قويه جدا. كان في عندي برنامج ما اتذكر والله اسمه اكسبريس ويب اكسبريس، اظن لشركه قويه، كان اقوى طبعا من هذا المنتج بشكل كبير. لا لا لا، هذا تابع عملته مجانا، لكن في شركات ثانيه مش تابعه، لا بس اقوى بكثير من هذا البرنامج، اقوى بكثير من هذا. طبعا لما تتحدث انت عن منتج مايكروسوفت لا يستهان فيه، لا تتوقع انه هذا هين يعني، بس الشركات الثانيه لا، يعني حسيت انه تعبانين عليه اكثر. طبعا هذا ميزته قوي البرنامج. الان نتحدث عن العناصر الرئيسيه لهذا البرنامج بشكل سريع. في عندي هنا في الاعلى التايتل بار زي ما انتم عارفين، هنا عندي المنيو بار. المنيو بار اللي هي فيها مجموعه من الاوبشنز او العمليات او الاوامر الكوماندز. في عندي هنا الفولدر ليست، هنا زي ما انت شايف عندك وين قاعد تشتغل، على اي سايت او على اي ويب، وهنا المجلدات في الاسفل التابعه لهذه لهذا السايت او لهذا المجلد في الاعلى، لانه كل ملفاتك لازم توضع في مجلد واحد. لما تصمم اي صفحه انترنت لازم كل ملفاتك
توضع في مجلد واحد، وهذا الأفضل طبعا حتى بالنسبة للصور والصوت وكذا، توضع إيش في مجلد واحد. مثلا إيش صفحتك؟ صفحتك محمد، خلاص محمد داخل محمد، مجلد محمد، الصفحة الرئيسية اللي أنت كتبتها بالإضافة للصور اللي استدعيتها يكون في مجلد اسمه إيمج، بالإضافة للأصوات بمجلد اسمه أصوات. نعم تفضل. ما أنا عارف أنها ما ظهرتش عندكم، ما ظهرت كذا، هي فاضية، هي فاضية أخوان، لأنه هنا يعني بدأ واحد عامل سايت فهو بيفتح آخر سايت. ماشي؟ أيوة شباب أنا عارفها ما فيش فيها شيء، وفاتح آخر واحد اشتغلوا عليه. خليك بس معاي أنت، شوف الآن راح نبدأ بالنيو جديد فاضي زي ما هو عندكم. التاج بروبرتيز هذا هنا بالأسفل، في عندنا التاج بروبرتيز. الآن لو جينا نعمل الآن نيو مثلا، وهذا راح يجينا لاحقا، هذا نيو بيج ما تطبق الآن لأنه أنا راح، هذه عندي صفحة، في عندي هذه خصائص التاج بروبرتيز، هذه خصائص للتاج. الآن لاحظ أنت هنا بتتعامل مع الصفحة بشكل خارجي، وفي عندي تحت الكود، هذا الكود. الآن أنت رجال لما راح يجينا هنا إنه هذه خصائص التاج، زي مثلا هنا كتب كلام، إيش حط له في الأعلى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور. تفضل. تفضل. شباب خليكم معي، الآن هذا أول ما كتبنا النص على طول طلع لي في الأعلى بي، بي يعني إيش؟ أخذناه يا إخوان. لا يا إخوان، لا يا إخوان، لا يا إخوان. باراجراف. فالباراجراف الآن هذه خصائصه. Align class دائر، طبعا احنا راح ناخذ بشكل بسيط جدا لما ندخل في الايمج وكذا حتى تتذكروا اللي اخذناه المحاضره اللي فاتت. فهذه البروبرتيز مال التاج، تذكروا البروبرتيز مال التاج زي ايش اخذنا؟ البادي، البادي ايش كانت؟ البادي نحط اول شيء نحط فيها ايش كان في خصائصه؟ نحط الصوره باك، باك جراوند لايش؟ هذه خاصيه من خصائص البادي. وفي بعد لينك صور لينك. ايوه يا شباب هذه خاصيه، معناته انت مش معايا يا عبد الرحمن، خاصيه يعني تاب على نفس التاج. وين كنا نكتب باك جراوند؟ داخل تاج البادي. هذه اسمها بروبرتيز او اتريبيوت. ماشي. الكلر لمين؟ للفونت، داخل الفونت، خاصيه من خصائص الفونت، راح يجونا ان شاء الله. نعم. البي يعني باراجراف. ايش انت الان؟ انت الان فاتح كود يا اخوان. انت الان الصفحه، خليكم معي، ما احنا راح نمشي شوي شوي، بس هو كذا احنا بنشرح القطعه الاساسيه بعدين راح ندخل الان في التنفيذ، بس صبر شوي علي يا اخوان. اللي طالع عنده الكلام كذا هذا الكود. الان انت الصفحه عباره عن ايش؟ امس المره اللي فاتت كيف كنا نشرح؟ مش كنا فاتحين ملف وورد باد؟ ليش؟ عشان ليش الكود، وفاتحين ايش الاكسبلورر؟ ليش؟ عشان يعرض لي. فانت تحت طالع في عندي ايش؟ عندي ديزاين اللي هي الصفحة شكل الخارج لها اللي بالاكسبلورر، وعندي كود عشان اكتب الكود. يا اخي هذا بسهل عليك البرنامج. الان انت قاعدين نتعرف على الاجزاء يا اخوان، بعدين بصبر شوي الان راح تبدا الامور تتسهل لكم. في عندي بالاسفل الستاتس بار زي ما انت شايف، HTML X HTML والCSS version 2 والresolutions، هذا بالستاتس بار بالاسفل بالماوس، ما هو باين عندكم. لا هذه كيف ما تفرق؟ هذا زميلكم بس السؤال، ايش ال 541 في 524؟ ممتاز الوضوح، ممتاز. طبعا يا سيد عزيز انت الان لما تخزن بسايز اقل او بحجم اكبر بيساعدك انها تطلع الصوره اوضح. على العموم شباب اعذروني. الله يسلمكم يا شباب. طيب ببساطة شديدة بدي أمشي على المذكرة، فكيف تغلق البرنامج؟ ما في داعي نكثر فيها. إغلاق البرنامج من خلال X الحمراء أو من خلال فايل إكزيت عشان تطلع من البرنامج. إكزيت يطلعك من البرنامج. Do you want to save؟ لا ما نبغى. مثلا طلعك من البرنامج، ترجع تفتح مرة ثانية بالطريقة اللي أنت عارفها. طبعا بدي أمشي بشكل سريع مع الكتاب حتى ما أكون نسيت ولا نقطة من النقاط. بعدين يا سيد عزيز
الآن لو عملنا ويب نبغى نفتح صفحة فايل نيو بيج. الآن بطلب مني هذه البيج جنرال أيوة HTML وجنرال، بعطيه أوكي. هذه الصفحة اللي فتحها لي. الآن هذه الصفحة لما أجي أبغى أحفظها، فعارفين كيف تحفظوها من خلال إيش؟ فايل وسيف أو سيف أز أو كنترول إس. طبعا هنا بيعطيك الفايل نيم اللي هو اسم الصفحة، وزي ما تشاهد في الامتدادات كلها اسم الصفحة بتسمي، وإذا أردت أن تضع لها تايتل فهنا بالأسفل هنا. لكن أنت الآن بس عشان تعرف تسمية الصفحة، راح يجينا لاحقا، ما أبغى أضيع وقت فيها لأنه راح كل هاي الأمور بسيطة وراح يجينا لاحقا. وعشان نعمل open يا إخوان، أنتوا عارفين برضو فكرة الopen، هذا open وبطلب منك أي تحدد الصفحة اللي بدك تفتحها وبتضغط عليها وبفتح لك الصفحة اللي تبغاها. وهذا الديزاين مالها، هذا شكل الصفحة وهذا الكود مالها. زي ما قلت لك بالأسفل في عندك كود وفي عندك ديزاين، فأنت هذا الكود مالها وهذا الديزاين. طبعا لا تخاف، ما حدا مصمم هذا، قالب من القوالب يعني جاهز. الآن إخوان أخذنا كيف عملية اللي هي السيف والأوبن. إذا أرادت أن تنشئ ويب سايت، في عندنا هنا تفرقة بسيطة بين الويب سايت وبين، أعذروني إخوان أجلس، شباب ركزوا معي عشان نكون تطبقوا معي. الآن لو أردنا أن نعمل نيو، في عندي هنا خيار بيج وفي عندي هنا سايت، وقلت لكم إيش الفرق بين السايت والبيج. هالآن لما نيجي نقول نيو سايت، لأنه عادة إحنا لما نيجي ننشئ سايت لك، يعني لما تشتغل لشركات أو لك حتى مرات تحب تنشئ سايت، وقلت لك إيش السايت، بيكون في عندك صفحة رئيسية ومن خلال الصفحة الرئيسية تنتقل لصفحات فرعية. أما البيج هي صفحة واحدة. فأنا بعطيك خيارات، في عندك جنرال وان بيج سايت، يعني أفتح لك سايت في صفحة على الأقل، ولا أفتح لك سايت فاضي وأنت تضيف صفحات، إضافة صفحات، add نيو بيج نيو بيج نيو بيج لنفس السايت، ولا امبورت سايت وزارت تستعمل لي امبورت من الإنترنت أو من غيره أو من مكان آخر، أو تيمبلتس اللي هي قوالب جاهزة. واحد يبغى يعمل سايت بس ما هو فاضي يقعد إيش يعدل أو يذكر كل تفاصيله، ففي عنده ما شاء الله قوالب كثيرة. حسب سمول بزنس مثلا، هذا قالب للسمول بزنس ويختار مثلا، خلاص اختاروا ايوه اوكي فتحوا هذا السايت ماشي، وهذه الديفولت اللي هي الصفحة الرئيسية. يا اخوان انا بتحدث عن السايت، قلت لك نيو سايت واخترت قالب تمبلتس واخترت قالب من القوالب، والان هذا السايت. طبعا تستطيع تعدل عليه، تحذف الصورة وتحط صورتك، تحذف العنصر هذا الكونتنس وتحط الكونتنس اللي تبغاه، فتستطيع تعدل عليه وتغير في كل العناصر. انا قلت يا شباب سايت، ما هو انت حسب السايت اللي اخترته، حسب القالب اللي اخترته. انت نيو تيمبلتس يا اخي، في عندك قوالب، في انت اخترت، انا بس انا سمول بزنس 2، يمكن انت تختار بيرسونال، هذا شخصي لك بيرسونال، هذا بزنس يعني جاهز. كثير ترى للأسف الشديد، والآن اعرف هذه القصة، وإن كان ما أحب أن أقول لك إياها، لكن الآن اعرف كيف الطلاب مشروع تخرج بيجيب لك السيارة سايت جاهز وبعدل على الصورة وكذا وخلاص. حلو أيوه، حلو للرجال اللي ما بده يتعلم، لأنه بعد ما يتخرج الرجال ده يجي يقولوا له في الشركة تعال يا الحبيب أنت متخرج تصميم صفحات إنترنت وديزاين، تعال عملنا صفحة. طبعا الرجال بده يجلس على البرامج هذه، لا إحنا ما نبغى يا أخي، بقولك بدي أغير في التصميم، أقعد عاد شوف أنت، بتبدأ المظاهر تنكشف، بيبدأ الحلو يصير مر، وهذا كثير ما يحصل، فبتغير. ولاحظ انت هنا طالع لما توقف عند الصورة هذه، هذه ايش سميناها؟ التاك بروبريتيز. ايش تاك بروبريتيز؟ هذه خصائص. اخذنا منها كم واحد احنا المرة اللي فاتت؟ ثلاث. هذا هم باللون الاخضر ايش اخذنا؟ الهايت ارتفاع والويدث العرض والاس ار سي. ايش الاس ار سي؟ اللي هو سورس مال الامج، السورس مال الامج اخذناه المحاضرة اللي فاتت. دي
جده. مين اللي طالبه؟ طيب تفضل. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. الله يحفظك يا رب. فاخوان تستطيع تغير صوره الى صوره اخرى وتغير الاحجام حتى طالع بالماوس، طالع يا بالماوس. وهذا جمال. لاحظ انا بغير بالماوس لكن كله بتغير، قيم الهايت والويث طالع كيف تغير الهايت والويث بالماوس انا قاعد اغير. وهذا الجمال انك انت باستخدام الويب اديتنج الاديتر هذا اللي هو الويب اكسبريشنز تستطيع انك تغير مباشره على الشكل الخارجي بدون التغيير للقيم. شفت ما اسهله؟ يعني تصمم الصفحه باربع دقائق. طيب هذا له علاقه بامتحاننا ان شاء الله الاسبوع القادم. هل يا استاذ نصممها بالHTML ولا نصممها باستخدام هذا البرنامج؟ لا طبعا لك الحريه بالبرنامج بهذا. المهم انه تعمل الصفحه فيها العناصر متوفره بهذا الشكل. يعني ما لك اي حجه في الامتحان، ما لك تضحك. طيب خلينا نمشي الان يا سيد العزيز. الان اردنا ان ننشئ، نعم تفضل، اردنا ان ننشئ صفحه، نضيف صفحه. عندك فايل نيو وهذه بيج. طبعا انت في عندك في الصفحات انواع، تعرف الاي اس بي. الاي اس بي مره حكى لي اياها واحد، ايش اسمه؟ قال لي ايش الاي اس بي عندكم بالانجليزي؟ المهم مصطلح اي اس بي اكتف سيرفر بيج، هذه لغه برمجه ويب تابعه لمايكروسوفت. ترى الاتش تي ام ال ما هي قويه للدرجه انك تعمل كل الحركات التي تريدها باستخدام الاتش تي ام ال، لا انك تضطر تستخدم بعض اللغات المساعده زي البي اتش بي، زي ايش؟ زي الاي اس بي، خصيصا لما تشبك مع ال مع ايش؟ مع الداتا، مع الداتا بيز. الداتا بيز ما عندنا كود لل HTML يشبكك مع الداتا بيز، لك تضطر تستخدم بي اتش بي او اي اس بي. عرفت يا؟ بس مهما صعبات جميلات. الان يا سيد عزيز هذا لانشاء صفحه زي ما اخذناها لاحقا. طبعا في الاعلى طالع عندك التاب في الاعلى سايت فيو، هذا الاولاني، وهذا السايت مالنا الديفولت HTML بالنسبه للسايت مالنا، والانتايتلد هذه صفحتنا. ففي الاعلى عشان تتنقل بينهم. نعم الثالث، وين الثالث؟ كيف ضفته؟ نيو بيج يا اخي، نيو بيج. وقلت لك جنرال واختار اتش تي ام ال، لانه احنا ما ناخذ البي اتش بي ولا الاي اس بي ولا الاي اس بي اكس. اخذنا كيف كرييت نيو ويب سايت، وقلت لك اراده انه امبتي على راحتك، تبغى يكون في صفحه على الاقل بتختار اللي تبغاه. طيب الان يا سيد العزيز دائما لما تسيف، طبعا في وضعنا احنا لما نيجي نعمل سيف او سيف از، طبعا سيف اول انتم عارفين ايش معنى سيف اول، كل الملفات في الاعلى بدها تنعملها سيف. الان اتش تي انتايتلد يستحسن طبعا الانواع يكون عندك HTML او HTM بالنسبه لل HTML. ليش؟ لانه احنا اخي الكريم شغلنا الان على HTML. طيب الان فتحنا يا اخوان تيمبلت. لو اردنا احنا الصفحه مالتنا مثلا، فرضا انا الان ركز معي، هذه صفحتي، جيت على البي جي كلر، شو يسوي البي جي كلر؟ اخذناه المحاضره اللي فاتت، اللون والباك جراوند غير. انا الان واقف على هذه الصفحه، الباك جراوند غير صوره صح؟ ما نبغى، غيرنا اللون. نبغى الان ركز معي نحفظ مثلا، اعمل التغييرات هنا. ايش التغييرات؟ زي مثلا عملت كتبت نص ماشي، وهذا النص يا سيد العزيز انا رجال ابغى اجعل الفورمات لهذا النص، هذا الفونت اغير في شكل النص، اخليه اندرلاين طبعا في الاعلى، في عندي
اخليه بولد، اخليه اكبر شوي، واطبق هذه التغييرات. خليني اكبره شوي واطبق هذه التغييرات. هذا بالفورمات راح تجينا لاحقا يا اخوان، بس انا بضرب لك مثال. الان انت عملت التغييرات كلها وعملت، تبغى تخزنه كقالب. نبغى نخزنه كقالب. طالع انت هنا لما تعمل نيو بيج ما في هنا من قالب لك من القوالب. انا ابغى اعمل قالب لي. فهذه الصفحه مثلا بعد ما غيرت باجي بقول له سيف از، وبتختار تمبلت دايناميك ويب تمبلت، شايفها؟ او تحت وهي الافضل بيج تمبلت. هذا البيج تمبلت، هذا الدايناميك بعدين يا اخوان، لانه في عندنا احنا ستاتيك ودايناميك. طبعا احنا ما راح نوصل ايوه بيج تمبلت على اساس يكون قالب. الان بنختاره مثلا على سطح المكتب وتقول له سيف، بقول لك التايتل ها ماله، على اساس انه التايتل صحيح خلاص راح يجينا التايتل، هذا اصبح قالب. لما تيجي الان تفتح نيو بيج طالع طلعت عندك شيء ما كان ظاهر عندك، اللي هو ماي بيج تمبلتس، اللي هو التمبلت مالك اللي انت انشاته. وصلت؟ فبتروح انت الان ايش بتعدل، بس الخطوط التنسيقات جاهزه ولون الخلفيه جاهز وشعار الجامعه مثلا جاهز وكل شيء، بس بتعدل. هذا لما تعمل تمبلت. اذا بس انشئ صفحه وسيفها از بيج تمبلت وخلاص تصبح عندك هذا قالب. مستقبلا تيجي ترجع تبغى تفتح صفحه جديده ماي بيج تمبلتس. اذا هذا بالنسبه يا اخوان للتمبلت. الان نبغى نضيف تايتل الصفحه. في عندي الفايل، هذه الصفحه انا واقف عندها. يلا شباب نبدا. تضغط الزر الايمن، في عندك بيج بروبريتيز او من خلال الفايل وبروبريتيز خصائص هي نفسها. في عندك التايتل، التايتل مثلا بدي اكتب انا بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. البيج ديسكريبشن مرات هذا مضروب، مطلوب جدا. هذه الصفحة اللي انت عاملها طبعا يا اخوان بسم الله الرحيم لا تعتبر تايتل، يعني انت عادة المفروض التايتل للصفحة، اذا انت عارفين ايش معنى التايتل للصفحة، التايتل اللي هو اللي خلناه عنوان، راح يطلع بشريط العنوان اللي هو مثلا قناة الجزيرة، مثلا مثلا صفحة رياضة مثلا، هذه بنسميها التايتل. بس انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم لكن انتم عارفين ايش الهدف منها. البيج ديسكريبشن، خليكم معي يا شباب. بيج ديسكريبشن يا اخوان عادة يستحسن تحط وصف لهذه الصفحة. هذا راح ينكتب وين؟ في الميتا داتا، في شيء اسمه الميتا داتا مال الصفحة. ايش الهدف منه؟ لما يجي جوجل يبحث عن الصفحات اللي بتتحدث عن موضوع معين بيجي على البيج ديسكريبشن وبيجي على الكي ووردز، الكلمات المفتاحية. مثلا هذا البيج ديسكريبشن ايش؟ مثلا مثلا this is مثلا الكي ووردز اللي هي الكلمات اللي لو دور جوجل او غيره ايش هي هذه الصفحه؟ زي هذه مثلا نيوز، مثلا ايش سبورتس، مثلا ايش كمان، مثلا هيلث اخبار صحه، ماشي؟ فهذه بنسميها الكي ووردز عشان لما يبحث اي سيرش انجن عن الصفحات اللي بتتحدث عن هذه احدى هذه المواضيع يطلع لهذه الصفحه من بينهم. لا حط بينهم فراغات عادي ما تفرق. لا الديسكريبشن يعني بتعطيك وصف كامل للهدف من الصفحه. اخي احنا ما نقدر نشرح بالتفصيل الممل، لكن الديسكريبشن هدف الصفحه. يعني هدف الصفحه الاطلاع على الاخبار، الاخبار اللي هي الثقافيه و و و و الجديده. ما يكونش قديمة، أو إذا كان تستعرض القديم فالهيستوري القديم وكذا 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 وكذا، وتستطيع من خلالها البحث عن الشخصيات وكذا. هذه ميزات الصفحة، أنت ليش عامل الصفحة. لكن الكيوردز هي الكلمات الرئيسية التي إذا
أراد البحث محرك البحث البحث عنها وجد هذه الكلمات في صفحتك، راح يعرض صفحتك كنتيجة لعملية البحث. يعني لما يجي واحد يبحث عن نيوز ويب راح تطلع من النتائج، إذا لقى هنا في الكيوردز نيوز راح تطلع، هيلث راح تطلع، وهكذا. ماشي. الآن بتقول له أوكي، وبنيجي الآن نعمل سيف. طبعا يا اخوان بالسيف تستطيع تغير التايتل، يعني انت لو جيت على التايتل، لو في طريقة اخرى تغيير التايتل، انك لما تيجي تعمل سيف تعمل change title وتكتب التايتل اللي تبغاه، هذه طريقة اخرى. ماشي. يعني انت ما دخلت على البروبرتيز، ماشي، وما كتبت التايتل. طريقة اخرى لو ما انك كتبت التايتل، انك بس تيجي تعمل سيف او سيف از لاول مرة بتعمل change title. شفتها وين؟ خلاص. الان نعمل سيف. وخلاص حفظنا الصفحة. الآن وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن طالع في الأسفل، قلت لك في عندك ديزاين وفي عندك الكود، وطالع الكود انكتب لوحده. يا شايف هذا اللي كتبتها أنت المحاضرة الفاتت؟ هذه شايف السطر؟ هذا أنت اللي كتبته المحاضرة الفاتت، هو كتب لك إياه. أحسنت، كله راح يكتب لك إياه في الكود، هو ما هو بكيفه. حتى اللون، طالع اللون بي جي كلر، بي جي كلر هو كتبه واختار لك اللون اللي انت اخترته. فهذا الويب اديتر يا اخوان، او الويب ديفلوبر، هذا هو وظيفته. اليوم البرمجه بطلت زي زمان، نقعد نقول للطالب اكتب كود اكتب كود اكتب كود، صارت الوسائل اليوم سهله. المهم يا سيد عزيز، لما نيجي على الويب ديزاين، واحد قال لي وين التايتل؟ الان لو اردت ان تعرض هذه الصفحه اللي انت واقف عليها على البراوزر، ركز معي، انا الان قاعد اعرضها من خلال برنامج مين؟ الويب اكسبريشن. لا، انا ابغاها طبيعيه على البراوزر عشان يطلع لي التايتل. فبتيجي يا سيد عزيز، شايف هذا الزر في الاعلى؟ في عندك هنا التولز، التولز بار، شايفه؟ في عندك من ضمن التولز بريفيو ان انترنت اكسبلورر. طبعا اذا انت عندك فايرفوكس او كروم اختار اللي تبغى تعرضه. يعني انت عندك فايرفوكس في البيت اختار، او الكروم او الانترنت اكسبلورر 8. اخترت الكروم، الان بفتح لك الصفحه. طالع وين جت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الاعلى تايتل. ماشي. فانت اذا بالنهايه خلاص تبغى تشوف الشكل النهائي للصفحه، لانه هنا لاحظ ما يعطيني الشكل النهائي للصفحه، طالع بالبرنامج مالي ما يعطيني، محصور. روح واضغط على بالاعلى اللي هو بريفيو ان، واختار البرنامج كروم انترنت اكسبلورر. إذا أردت F إيش 12، طبعاً F 12 أختار لك آخر واحد اخترته اللي هو الكروم. مثلاً أنا هنا F 12 اللي هو الشورت كات، فتح لي الكروم. ماشي يا شباب؟ الآن تحدثنا عنها، ما نبغى نرجع، إنه في عندي change between source code and design view. وين السورس كود فيو؟ وين الديزاين فيو؟ منين اتنقل بينهم؟ من خلال الدوكيومنت تول بار، هذا اسمه الدوكيومنت تول بار، شايفينه هذا بالاسفل؟ هذا اسمه الدوكيومنت تول بار. في ديزاين يا اخوان، وفي ايش؟ كود، وفي سبليت. ايش معنى سبليت؟ يعني اثنين مع بعض، الكود والصفحه، بقسم لك اياها لجزئين، بخليك اللي يريحك. هذا يعني بالامتحان ما لك اي عذر، يعني المفروض 10 من 10 ان شاء الله باذن الله تعالى. ما راح يكتب ال HTML مش مهم، لكن اللي ما يعرف او وقفت معاه مشكله في البرنامج يمكن ما يعرف يغير اللون، نسي. فانت لما ما تنسى تغير اللون، تعال الكود واكتبها هنا اذا حافظها، اكتبها انت كتابة، تنظيفها. مش تفكر انه خلاص انا ما هي موجودة، خلاص انا بضيفها عادي. بي جي كلر، اذا ما عرفت وين اكتبها عشان ما تخسر علامة، واكتب ريد يا اخي، اكتب ريد، اكتب جرين زي ما اخذنا بالضبط، ما يضرك. يعني انت مش تفكر انه بس هذه صارت جرين، يعني ما تقيد بس سألتك انه البرنامج معناته ما اكتب كود، لا اكتب كود زي صفحتك العادية. مش احنا ريحاك، هم اللي ريحوك. طيب يا شباب،
إذا تحدثنا عن section 3.1 set basic options. الآن يا سيد عزيز حدثنا إنه عندك البريفيو، وما تنساش البريفيو في الأعلى عشان تعرف. في عندي بعض الأمور set the default type document type. في بعض الأمور اللي قد تحتاجها في التولز. طالع في التولز في عندي page editor options. خليك معي. هذه البيج اديتر اوبشنز، هذه المكتوب فيها النصوص، المكتوب فيها الكود. في عندي كثير من الخيارات. في عندي الديفولت فونتس. يستحسن دائما الكود يا اخوان يكون يو تي اف يونيكود حتى يتعرف عليه، لانه بيشمل جميع الكاركترز، جميع الكاركترز. ماشي يا شباب؟ هذه موجودة وين؟ قلنا لكم يا اخوان في التولز، في البيج اديتر اوبشنز، في عندك الديفولت فونتس. وفي عندنا شيء ثاني الاوثرنج. الاوثرنج اللي هو الديفولت اتش تي ام ال فايل اكستنشنز. ايش الديفولت اتش تي ام ال فايل اكستنشن؟ في عندنا نوعين اتش تي ام ال وفي عندنا اتش تي ام. مين الذكي الفرق بينهم ايش؟ بين الاتش تي ام ال والاتش تي ام؟ أي الآن لما تحفظ أي امتداد، معلش بس، أي امتداد تحفظه بيحفظ لك إياه بالافتراضيا as HTML. لو أردت أن يحفظ لك إياه as HTM تختار HTM. بس السؤال هنا إيش الفرق بينهم؟ لما تيجي الآن تفتح أي ملف من الملفات تعمل نيو راح يختار لك HTML. ها؟ لا يا اخوان احسنت، هو اللينك يمديك، بس خليك معاي. الاتش تي ام ايش هو الفرق الرئيسي بينهم؟ متصفح ماله؟ احفظ لي صفحه انت اتش تي ام ال واحفظ لي نفس الصفحه اتش تي ام، ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم انه انت في الاتش تي ام ال قلت لك بيجيب لك مجلد في الصفحه مع مجلد الادوات اللي الصور الاصوات فبياخذ لك يا كامل الصفحه بعناصرها، تاخذها عندك على البيت، تعدل على الصور، تغير اللي بدك اياه. الام اتش تي لا، بعتبرها صوره واحده، كل الصفحه صوره واحده، ما يفصل لك الصور عناصر اللي مدخله في الصفحه زي الصور، ما يفصل لك اياها في مجلد لوحده، تغيرها. وصلت؟ هذه لها ميزات وهذه لها ميزات. ايش هذه ميزاتها؟ ميزات اني اغير اعدل اشوف الامكانيات التغيير. اما ذيك الام اتش تي لا، لكنها حجمها ماله؟ صغير. الام اتش تي صغير جدا. نعم عندك طالع في ايوه ما في مشكله يا اخي، هذا انت بتغيره يا اخوان. انا رجال بشرح على هذا البرنامج، حلو؟ زميلي بيشرح قبلي، ممكن يغير في الاعدادات. لا مش ما في شيء، زميلي ممكن يغير في الاعدادات، فانا رجال بكون عندي شاشتي مختلف عن شاشتكم. احنا الان نبغى نتسابق عشان نخلص، انا ما ضلش عندنا شيء. ماشي؟ فالديفولت دوكيومنتس اتش تي ام ال، لما تيجي تفتح انت الان اي دوكيومنتس راح يعطيك الخيار الاول اتش تي ام ال. لما تيجي انت الان بدك تسيف بعطيك الافتراضي اتش تي ام ال. طيب بريك، يلا يا شباب على بريك. يا شباب توقفنا وين؟ توقفنا عند التولز ادوات بيج اديتور. نعم حكينا عن الاوثرنج. في عندي، خليكم معي استاذ كافي، في عندي يا اخوان عن الديفولت فونتس. انا الان بتحدث يا اخوان عن الخطوط اللي موجوده. شايف الكود؟ شايف الكود؟ هذا الكود. لسبب ما اذا ارادت تحسين الرؤيه، تحسين الرؤيه للكود، ففي عندك مثلا الخط، نوع الخط، خليكم معي يا شباب. الكود المستخدم قلت لك يستحسن يكون يوني كود لانه يدرك جميع الكاركترز. سكروا الباب يا شباب. الان الديفولت بروبورشنال فونت، وفي عندي الفيكست ويدث فونت.
يلا شباب جلستوا. في عندي زي ما انت شايف هنا في صفحة الكود في عندي شيء اسمه نص تكست. وين التكست؟ زي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تكست زي بالباراجراف هذا اللي كتبناه احنا عشوائي، هذا الدي اس اي هذا عشوائي، هذا تكست. فهذا اذا اضغطت يا شباب يبقى علي منهم، انا رجال مش مركز ولا انتم مركزين. اذا مش عارف المحاضرة بسحب حالك وظل طالع. اللي اراد بس لا توضيح الرؤيه، رؤيه الكود انه يميز بين النصوص وبين التاجز، فبيجي على التولز زي ما قلنا، وعند البيج اديتر اوبشنز في عندك يستحسن يكون يونيكود، هنا البروبورشنال اللي هو النص زي بسم الله الرحمن الرحيم، زي النصوص اللي انت ضفتها على الصفحه والتي تظهر عندك في هنا. اذا اردت ان اميزها في الكود، صفحه الكود انا اميزها في صفحه الكود عشان تصير سهل التمييز بالنسبه لي، فبتيجي عند التولز والبيج والديفولت فونتس، فعندك هنا بتغيرها اذا اردت تغييرها. وبالنسبه للخطوط اللي داخل التاج، داخل التاج اذا تبغى تغيرها فبتغيرها من عند الديفولت فيكس ويذ فونت، ما هي مهمه كثيره هذه، بس عشان ايش يا سيد العزيز اللي هي التمييز. اذا بدك تكبر حجمه فبكبر لك، بس عشان تمييز يا اخوان، بس تمييز. فنوع الخط بالنسبه للنص شوف تغير، وداخل التايتل التاج تغير والحجم تغير. اذا رايت انه هذا مناسب على راحتك، ما لقيته مناسب رجعه اصغر شوي. فهذه بس عشان سهوله العرض، بس تخليه 10. فاهمين اللي بحكي يا شباب؟ طيب الان يا اخوان خليكم معي. insert input and formatting text، هذا بسكشن 3.4 text input and formatting. الان كيف بدي اضيف نص؟ كيف بدي اضيف نص؟ تفضل. انا سجلته لسه. كيف بدي اضيف نص يا اخوان؟ كيف بدي اضيف نص؟ ببساطة شديدة، أنتوا المرة القديمة اللي بتقولوا لي هنا أسهل، المرة اللي فاتت زميلكم بيقول لي المرة اللي فاتت أسهل لأن بشتغل، كنا نضطر نكتب بي صح، بي باراجراف وأكتب. لا، أنت مباشرة الآن على الديزاين تبدأ تكتب اللي تبغاه. طالع لما تضغط إنتر، أنت كل إنتر بتضغطها بيعتبر لك إياها باراجراف مستقل. وصلت؟ طبعا انت خليني اصغر حجم الباراجراف اللي عندي. كل انتر يعني كتبت الان ها نص معين، ضغطت انتر اعتبره باراجراف مستقل مش بريك لاين. تتذكروا البي ار؟ طب كيف بدي اخلي بريك لاين؟ مين يقول لي كيف بدي اخلي؟ نكتب بي ار صح؟ ممتاز. الان تدخل كذا هذا الكود وتيجي عند النص مثلا هذا في وسطه وتحط التاج اللي هو البي ار. هذه الخاصيه، شفت القائمه اللي طلعت عندك؟ هاي بنسميها الانتليسنس، اللي هو بتساعدك قائمه عشان تتذكر على طول التاج اللي تبغاه، هذا البي ار. خلاص؟ الان لاحظ انه هنا بالباراجراف الاول راح يكون في عندي لما تيجي على الديزاين هذا نزل سطر. نزل سطر. لكن تابع للباراجراف نفسه. طب واحد قال لي استاذ والله صعب اقول كل شوي احط بي ار بي ار بي ار، ايش تسوي؟ بدل ما تضغط انتر اضغط شيفت مع انتر. يعني جاء هنا واحد تابع لباراجراف كامل ماشي؟ هذا واحد اثنين ثلاث اربع خمس ستة، جاء عند الاربع او الثلاث بس ما يبغى ينحط بباراجراف مستقل، تضغط شيفت مع انتر. فلما ترجع للكود طالع الكود حط لك ايش؟ وين عندي واحد اثنين ثلاث اذو طالع 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 عند الواحد اثنين ثلاثة أربعة، ايش حط له؟ واحد اثنين ثلاثة، عمل لك بي ار وكمل على نفس الباراجراف، تابع لنفس مين؟ الباراجراف. شفت مع انتر، انتر بنزلك لباراجراف مستقل. انا ما ابغى يا اخي باراجراف مستقل، خلاص شفت مع انتر بحط لك البريك، بحط لك البريك.
يلا يا شباب. الآن نيجي على تغيير الخط، شكل الخط ولون الخط واللي نبغاه. واحد بظلل الخط اللي يبغاه. شوف ببساطة إيش كنت أستخدم أنا لتغيير لون الخط المرة اللي فاتت. لا تاج، إيش اسمه التاج؟ فونت صح؟ لا هنا سهل. شوف تيجي على فورمات، في عندك بالفورمات، في عندك اللي هي الفونت. الآن شكل الخط اللي هو إيش كانت الخاصية اسمها؟ من يقول لي الخاصية إيش كانت اسمها بالفونت اللي تتعلق بنوع الخط؟ لا كيف ما أخذناها؟ أخذناها ما أخذناها؟ فيس فيس ما أخذناها ما أخذناها خلاص. فيس هي لا شكل الخط. طالع اختار الآن عندك البولد، عندك حجم الخط. إذا تبغى أندرلاين حط صح أندرلاين، ما تبغى أندرلاين شيل. إذا استاك ثرو، إذا تبغى مشطوب مثلا بخط في الوسط، وبعدين تضغط أبلاي. طبعا في عندي الكلر، مهم جدا الكلر عشان تحط لون للخط، مثلا هذا اللون وتقول له أبلاي. لا تنسى لون الخط. طالع كل اللي ظللته تطبق عليه، وطالع أنت الآن الكود أضاف لك إياه لوحده، ما تعلقت أنا بشيء. أنا عمل لي أوتو ستايل، والأوتو ستايل هذا لما نأخذ بس ما راح نصله للسي اس اس هذا خلاص. يعني الأوتو ستايل يا إخوان تعرفوا إيش؟ هذه عبارة عن إيش؟ الأوتو ستايل عبارة عن مجموعة تنسيقات بنسميها باسم، بدل ما أنا أكتب كل شوي نفس التنسيقات، الفيس والسايز والكلر لكل فونت أتعب. فخلاص أنا بعمل تنسيقات في الأعلى في الهيد وبستدعيها استدعاء باسمها. فلاحظ لما أنا غيرت التنسيقات، أوتو ستايل 4 مثلا، هذا أوتو ستايل 4، هاي ميزات أوتو ستايل 4، هذا هو الكلر بس مغير اللون بس. أما إذا غيرت شكل الخط زي أوتو ستايل 5، هذا شكلت غير الخط، وهذا إكس لارج حجمه وبولد. أنتوا فاهمين علي يا شباب؟ يعني إحنا عادة في البرمجة مع HTML بنضطر نعمل هذه الستايل. ليش؟ عشان انت يا اخي ما انت فاضي الان جيت بالباراجراف هذا حطيت الخصائص مالته، تيجي الباراجراف تحتيه تحط نفس الخصائص، فلا بتروح تعمل ستايل في الاعلى وبتعطيه تغير الخصائص زي بهذه الصوره، بعدين تستدعي لما تيجي الباراجراف ابغى من هذا الستايل، تعطيه اسم الستايل تقول له خذ خصائص هذا الستايل، الباراجراف الثاني خذ خصائص هذا الستايل. فما تكرر الكود، ما تكرر الكود مره ثانيه يا اخوي، انت طبقها كذا وسهله هي، ما تفكرها صعبه. فلما يجيك في الامتحان ها في خط كذا في الوسط السايز 64 بي تي، اعرف منين تجيبها من فورمات. احسنت. في عندي نوعين من حجم الخط يا اخوان، في عندي ريلاتيف وابسوليوت. شو المقصود بريلاتيف ابسوليوت؟ خليك معي الان هذا الخط مثلا، خلينا اللي هو 5، جينا ظللنا هذا الفونت الآن كذا وانت قاعد تحدد، هذا بسموه أبسوليوت، بتعطيه قيمة حقيقية 8 10، قيمة مطلقة. أحسنت، قيمة حقيقية. بمعنى إيش القيمة الحقيقية؟ إنه هذا الخط يا سيد العزيز راح يكون في حجمه عندما يعرض في أي إكسبلورر 36 بي تي بيكسلز. أي إكسبلورر فتحه راح يكون حجمه 36. طب إحنا المحاضرة اللي فاتت شو أخذنا؟ مين يقول لي المصحصح إيش أخذنا؟ تتذكروا عند الخط ايش سوينا؟ ما حطينا له حجم، قلت لك حط له زائد مثلا 3، تتذكروا؟ زائد 3 هذا عشان الستايل. زائد ايش معنى زائد 3؟ احسن، 3 اضعاف الحجم الحالي. طب وين الحجم الحالي؟ معناته الحجم الحالي ثابت ولا متغير؟ لا، مو لو ثابت كان خلاص حددناه بالنقاط، اما متغير كيف؟ طالع الاكسبلورر عندك لما تيجي تفتح السايز، طالع ايش مكتوب لك؟ تكست سايز، ايش محطوط له؟ تستطيع انك تكبر وتخليه ايش؟ لارج، وبالتالي اي نص راح يذكر راح يكبر. طالع خليته انا هنا لارج، لارجس، طالع النص، وين النص عندي؟ يكبر. لا بدون ريفرش، بدون ريفرش وانا اخوك، لازم هو لحاله يكبر النص. فعندك جربها، عندك هنا السايز سمولست، اصغر شيء لازم يصغر عندي، بس بدي يكون عندك نص مش على الايمج.
ماشي. فاذا هنا لما تكون انت عارضه بسمول او لارجست وتحط له زائد ثلاث، زائد ثلاث من من الوضع اللي هو فيه، يعني اذا كان سمولست زائد ثلاث من الايش السمولست زائد ثلاث من لارجست. طبعا اذا كان مصيبه عندك لارجست وزائد ثلاث راح يصير منظره بشع. اما لما تحدد ابسوليوت تقول له انت 36 مهما غير في الحجم. نعم، ليش ما تغير عندي هنا الحجم؟ تعرف ليش؟ لأن الصفحة أبسوليوت. وصلت؟ لا أحسنت. اللي صمم الصفحة حدد زي ما احنا بنقول لك اللي هو الأبسوليوت. تعال على صفحة ثانية، خلينا نجرب الجوجل. نشوف مثلا هذا النص الآن، تعال غير السايز خليه سمولست. تغير شيء في شيء صغر؟ لا، ما انا بدي اشوف، انا ما شفتش. ايوه، اجعل صفحتي كبرت، اجعل هذه ريلاتيف، يعني زائد ثلاث زائد اربع. فانت لما تكون حاطط الصفحه بزائد ثلاث زائد اربع ويجي الرجال يقول لك اعرض لي اياها باللارجت والسمولست، معناته انت زائد ثلاث من الوضع اللي هي فيه. اما اذا بدك صفحتك تفتح وما حدا يلعب ولا يغير في الفونت لا يكبر ولا يصغر، معناته بدك تخليه ايش ابسوليوت، تحط القيمه بالضبط. نعم خلاص، انا رحت الان على صفحه الجامعه، قدرت تعدل؟ لا، لان هذا ابسوليوت. ما يدير بالك لما انت تخليها لارجست وسمولست وكذا مش ابسوليوت، بتتشوه لما يكبر الخط، بتصير تنسيقات تدخل ببعض. طيب اخذنا التشينج الان بشكل بسيط جدا، برضو لسه احنا عندنا بعض التصميمات. لو خلينا بولد، كيف نخليه بولد؟ فورمات. في عندك في الاعلى هنا للتسهيل، طالعها في الاعلى بالتولز، هذا بولد مباشره. ايتاليك مائل، اندرلاين يروح يكتب هنا. ايوه طبعا، هذا ينكتب يا ابن الحلال، هذا مفروغ منه الان، كله ينكتب. الان طالع. اذا هنا في التولز الادوات عندك هنا، ايش عارفينها هنا؟ السنتر، حط لي اياه بالوسط، حط لي اياه من الرايت، حط لي اياه بالليفت، اللي تبغاه. فهذه ادوات تستخدمها، او تعال على فورمات يا اخي نفسها من هنا احسن. بس هذا اندرلاين، هذا بولد، هذا ايتاليك مائل، بولد ايتاليك ما له نفسها. ماشي يا شباب؟ طيب تشينج كلر للفول. نيجي على الباراجراف، تعرف انت زي الوورد في عندنا تنسيقات للكاركتر وتنسيقات للباراجراف. ايش اهم تنسيقات للباراجراف؟ الالاينمنت للباراجراف، الالاينمنت ماله، والشيء الثاني ايش؟ ايش الاندنتيشن؟ ايدنتيشن المسافه، المسافه البادئه، المسافه البادئه. تعال على فورمات وانت واقف عند باراجراف، تعال على الباراجراف. هذه الالاينمنت ليفت سنتر مثلا، رايت الدايركشن من الرايت تو ليفت مثلا، كان عربي بده يكون رايت تو ليفت إذا كان بالعربي. الايدنتيشنز اللي هو المسافة البادئة، يلزق على طول على طرف الصفحة، على طرف ولا يزيد؟ لا يزيد يا أخي، طالع بالأسفل، عطي لك هنا بريفيو، طالع البريفيو كيف. فيرست لاين كيف يكون؟ السبيسنج، السبيسنج ايش؟ قبل الباراجراف، متذكرينها؟ وبعد الباراجراف، افتر. المسافة اللي بعد الباراجراف وقبل الباراجراف السبيسنج. واللاين سبيسنج إذا تبغى دبل ولا سنجل بينهم، بين الصفوف. أنتم معاي ولا لا؟ اكتب الآن هذا نص. هذا شيفت انتر عشان ما نطلع. هذا شيفت انتر عشان ما نطلع من الباراجراف، نفس الباراجراف، لأنك لو ضغطت انتر راح تطلع. هذا بالباراجراف، انا واقف بهذا الباراجراف، تعال على الفورمات مالته. الان طالع عندك رايت، اخترت رايت، جا رايت،
واحد قال لي لا انا ابغى ليفت، هذا ليفت، راح يبدا من الليفت. ها شوف طالع البرفيو، المسافه البادئه من الليفت الرايت، المسافه البادئه كم؟ اللاين اول صف، ها مثلا بدك اياه يكون بهذه الصوره او اقل بالسالب، يبدا الصف الاول قبل ايش الصفوف الثانيه زي ما انت شايف. السبيسنج، لو قلت لك اعطيني سبيسنج داخل نفس الباراجراف، لاين سبيسنج داخل نفس الباراجراف، واحد ونص او دبل داخل نفس الباراجراف، اما قبل الباراجراف وبعد الباراجراف. لا خليه بالموجب، طالع يطلع عندك كل التنسيقات اللي اجريتها هذه بالورك، ما هي بعيده عنا. ماشي يا شباب؟ طيب طيب، واحد قال لي استاذ ابغى اعمل بريك. طبعا انا شرحت لك الطريقه اللي عندي اللي هي شيفت مع انتر، بس في عنده طريقه هو ثاني هو ما هو شارحها شيفت مع انتر. الطريقه هو انسيرت، انسيرت طالع، وفي عندك ايش؟ لا ايش انسيرت بيكتشر، انا ابغى اعمل انسيرت للبريك، فبتختار انسيرت اتش تي ام ال تاج، وفي عندك بريك، بختار نورمال لاين بريك اللي هي البريك مالنا، وخلاص بتقول له اوكي. هذه طريقه بس صعبه صح؟ شفت مع انتر اسهل، خلاص شفت مع انتر واسهل لك. هذه نفس الطريقه نفس شفت مع انتر، انه ما يطلع لك لما تضغط انتر ينقلك على باراجراف جديد. لا بس هذه بريك. نعم حبيبي، وين موجود في تول بوكس؟ وينها؟ وين يا اخوان البريك؟ انا مش شايفها هنا. ايوه هي نفس البريك، احسنت، هي نفس البريك، بس خلاص انا شايف الشفت مع انتر اسهل، اللي ريحك طبعا هذا ايش برجع لك. طيب يا اخوان في عندنا النمبر ليست، ترى النمبر ليست عارفينها، ظلل وعارفينها، في عندك تعداد باليتس اللي هي تعداد غير رقمي، وفي عندي تعداد نمبر اللي هو الرقمي. طبعا كله هذا باراجراف واحد فحط لي نقطه، لكن لو كان عندك اكثر من باراجراف، لانه كل انتر طالع، انا عندي هنا هذا ضغطت انتر طالع، هذا اند داخلين ببعض. خلينا نحذف يا اخوان باراجرافات. طبعا كيف تحذف اي عنصر؟ بس اضغط عليه واعمل ديليت، زر ديليت تحذفه. ايوه يا شباب كله بسيط ما يحتاج. هذا عندي، ضغطنا انتر كتبنا، ضغطنا انتر كتبنا، ضغطنا انتر كتبنا. الان هذا على اساس انه كله باليتد، ظلل وتعال على التعداد النقطي، اضغط راح يعمل لك اياهم تعداد نقطي جميعا. واذا تعداد نقطي بشكل معين تعال على الفورمات، طالع الفورمات، تعال على البالتس ان نمبرينج واختار الستايل، لانه في الامتحان راح يجيك ستايلها، في الامتحان راح اجبرك في ستايل معين، راح اقول لك مثلا بهذا الشكل. ايوه نقط، فكيف نجيبها من فورمات؟ من فورمات هذه بالتس ان نمبرينج، لو قلت لك ارقام تعال على الارقام تيجي تقول له نمبرز برضه بستايل معين. صعبة ولا سهلة؟ نعم يا اخوان انت عندك في الاعلى. نعم حبيب. لا يا اخي انا بجيب لك صفحة يا اخوان، انا اقول كيف راح يجي الامتحان، راح يجي الامتحان كذا صفحة ومكتوب نص نص، مثلا تعداد نقطي بدك تعمل لي تعداد نقطي نفس الشكل، في صورة هنا بدك تجيب لي صورة، فانا بعطيك المخرجات الصفحه كامله وانت بدك تصممها تطلع مثلها، فهمت كيف؟ هذا هايبر لينك، بكون كاتب لك انه هذا هايبر لينك لموقع جوجل. وصلت؟ يعني انت بدك تطبقها تطبيق. الامتحان جميل وممتع، بس دير بالك يا اخوان اللي قاعد على جهاز في البرنامج نازل
روح جيب فلاش على نفس الجهاز حاطط لك المجلد مجلد الويب اكسبريشن عشان تنزله في البيت الذاكر. ترى اللي راح يجي من الامتحان على طول ما هم ذاكر او ما هم طبق اعمل حسابك انك راح تعاني وانت بحاجه للعلامات الان ما في مجال للتهرب من هذا الشيء. طيب الان اذا موديفاي بدك تروح بالفورمات. طيب الان يا سيد عزيز في عندي اشياء برضو بسيطه ما هي صعبه عند البيج بروباريتيز. عندي بالفايل اخذناه وجيناه هذا المكان بيج بروباريتيز. في عندي ادفانسد بالتوب ميرجن. ايش الميرجن اللي هي ايش؟ الهوامش للصفحه. تزيد الهوامش تنقص هذا التوب هذا الليفت هذا الباتوم. طبعا مهم ان يكون للصفحه هوامش. ليش؟ لانه انت الان لما تحط عناصر النص تكتب نص وصور وكذا لما تكون الصفحه تبدا من الاول بدون هوامش مش منظر الصوره جاي من حفه من الطرف والكلام جاي من الطرف ما هو منظر. والله يا اخوان انا بالنسبه لي ما عندي معلومات ايش افضل شيء لكن هو الاحسن انك دائما تبعدهم عن الحواف حتى لما يفتح الاكسبلورر. كيف نفتح الاكسبلورر؟ تجد انه الكلام بدايته بعيد عن الحواف مش منطر ما فيش عندك والله هوامش وبالتالي الكلام يبدا من بدايه الحواف ما تكون الصفحه مصممه بشكل جميل. فالهوامش ضروريه يا اخوان. الهوامش وصلنا لها من عند الفايل بروباريتيز. الصفحه نفسها اضغط زر في عندك البيج بروباريتيز هي نفسها بتيجي على الادفانسد وبتختار الميرجنز ويستحسن طبعا التوب والليفت والرايت يكونوا اعلى من الصفر لانه لو خليتها على الصفر راح يبدا من بدايه الصفحه سواء على فرض اخذنا احنا من اليسار بده يبدا من اليسار بدايه الصفحه مش منظر انه الصوره تبدا لازم تبعد لها شويه حوالي 10 بكسل معقوله. الان لو طلب منك تغيير خلفيه خلفية الصفحة أحسنتوا من أي طريق تستطيع من هذا البيج. في عندك فورماتنج هذا الباك جراوند حط اللون اللي تبغاه خلفية للصفحة إذا كانت هذا الباك جراوند خلصنا. أيوة إذا أرادت طب صورة برضو بالفورماتنج حط صح الباك جراوند وإذا تبغى أز ما ووتر مارك تعرف ووتر مارك خليها ايش شفافه وهذا الاحسن طبعا انه يخلي الباك جراوند شفاف ما يكونش غامق لانه مش حلو يطلع مش حلو النص مش واضح. واختار الصوره اللي موجوده عندك او تناسبك اللي انت مختاره شعار الجامعه شعار الكليه اللي تبغاه وتقول له اوكي تطلع عندك بهذا الصوره. والله وفي امر على ستريتش بدك تدخل في خصائص الستريتش بس والله ماني متذكره. زميلكم بسال لانه عاده باك جراوند بده يسكر كل مساحه الصفحه فعشان هيك بكرر الصوره. ففي عندنا خيارات يا اخوان سنتر وستريتش بس والله ماني متذكر وين كنا نستخدمها. بس على النت ان شاء الله بيتعالى تذكرت بجيب لكم اياها. الان يا اخوان في عندي هنا الالوان يا اخوان بس ما يستحسن انك تعبث فيها. عشان ما تطلع من المقاييس العالميه زي الهايبر لينك. كلمه هايبر لينك كيف تطلع باللون ايش؟ باللون الازرق. واحد قال لي ابغاها باللون الاخضر ما هي حلوه بصراحه. لا هو يصير بس ما تغير جماليا. فيزيتد هايبر لينك الهايبر لينك اللي ضغطت عليه ودخلته تعرف انه بلونه لون ثاني اللي هو بنفسجي. الاكتف هايبر لينك لما تروح توقف عند الهايبر لينك لسه ما ضغطت عليه بتحول لونه لاحمر اذا تبغى لون احمر وإذا تبغى لون مثلا أبيض على راحتك. بس لا يستحسن عشان ما تغير في الستاندرد بس. بتصير لما توقف عنده قبل ما تضغط عليه وقفت عنده هذا أكتف يعني شغال اللينك ماله إيش؟ بعطيك لون أبيض. وإذا حمت حواليه يعني إيش؟ قربت من جنبه بصير إيش؟ يتلون للون الأحمر، لكن عادة الاثنين ذول حتى ما يصير في تضارب لأنه مرات اللون الأبيض ما يبين عندك يجي على طول الأحمر فخليهم لون واحد، خليهم لون واحد. بس هو في فرق بسيط بينهم. ماشي اكتف هايبر لينك انه يتاكد انه هذا اكتف فبصير لونه ابيض لو كنت حاطه ابيض. بعدين بقلب لون احمر. بقلب لون احمر لانه ايش انت قاعد تحوم حواليه.
النص، هل النص تبغاه باللون؟ أراحتك طبعا النص خلاص احنا أخذنا كيف نغير لون النص. طيب الآن تقريبا خلصنا طبعا تستطيع انك تغير الخلفية ب نعم حبيب أيوة هذه باك جراوند، هذه لا تنسى منين فورماتينج أو فورماتينج. يلا يا شباب عشان تحذف الباك جراوند نفس المكان، تشيل الصح الباك جراوند او تحذف المسار. ايوه حط صوره هايبر لينك. ايوه بس يا اخوان انت دائما خلي صفحتك مع كل عناصرها عندك على الجهاز، حطها مجلد هذا الاصح. عشان تحذفها اخذناه، نيجي على قلت لك هذه العناصر لايش راح تبين معنا. نيجي على اخر موضوع راح نختم فيه وإن شاء الله بإذن الله تعالى إذا ربنا أحيانا المحاضرة القادمة راح تكون آخر محاضرة في موضوع الويب إكسبريشنز وفي المادة، وبعدين تمتحنوا كويز كويز أيوة الساعة الثانية راح نخلص بساعة الأولى المادة بعدين خلاص. احنا ترى مطلوب منا مش كل الصفحات، مطلوب الصفحة 60 بس، بس آخر صفحة 60 هي نهاية المادة. الآن يا شباب الهايبر لينك، سهل وما يحتاج وقت، ركز معي. إما أنك تظلل الكلمة مثلا هنا for more information مثلا كليك هير، انتم عارفين القصة كليك هير، يعني انت هنا بتختار النص طالع مثلا كليك هير، هذه هير او معها كليك ظللتهم. نعم اضغط على هايبر لينك اللي هي بعد ايش؟ نعم انسيرت وعندك هايبر لينك او كنترول كي تلقائيا، يا اخي بس خليني اكمل الثواني هذه، طالع تلقائيا حط لك في التكست تو ديسبلاي ايش؟ كليك هير اللي انت ظللته. ترى انت لو ما كتبت كليك هير وقفت هنا المؤشر مثلا، هذا المؤشر واقف هنا، قلت له انسيرت هايبر لينك اكتبهم هنا ما يضرك. هذه كليك هير. هو يضيف لك اياها تحت. بس قبل ما يضيفها تحت بدنا نخلص هذا. عارفين هذه القصة current folder يعني يوديك على صفحة نفس مجلدك، لأنه انت السايت مالك قلت لك اكثر من صفحة بنفس المجلد، ولا browse pages ولا recent files صبر ولا existing file or web page هذا وين link to، ولا create new documents ولا place in this documents ولا email address. مثلا واحد قال ابغى على موقع معين، ايش الموقع المعين اللي تبغاه؟ مثلا www.google. اذا واحد على صفحة ثانية، هذا صفحة ثانية من الصفحات اللي هو عاملها، بختار current folder. اما اذا existing file or web page وبكتب العنوان هنا www. خلاص في عندي screen tip. شو المقصود بالscreen tip يا اخوان؟ screen tip هي عبارة عن تنبيه لما يوقف عند هذه الكلمة، تنبيه ما يظهر غير لما الماوس يقرب من هذه الكلمة. مثلا نكتب you will go to google، اكتب اللي يريحك. هذه متى تظهر؟ هذا اوكي هذا اوكي. طالع ضاف لي كليك هير، لما وقف عند الكلمة طالع ظهر عندي ايش؟ ايش ما ظهرت؟
لازم تظهر هنا الآن التب. عندي كليك هير ما ظهرت، خلنا أشوفها الآن ليش. لا 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 لازم تطلع عندي بدون يوز كنترول. الآن طالع متى تطلع عندي، طالع متى تطلع عندي، ركز معاي. لما نحولها إلى عرض البراوزر، عرض البراوزر طالع وقف، طالع يو ويل جو. عرفت متى طلعت؟ روح اعرضها بالبراوزر. عرضتها بالبراوزر، هذا هو. روح البراوزر اعرضها تطلع عندك اللي هي السكرين تب، واضغط يوديك الآن على الجوجل. طب لو واحد يبغى بصفحة ثانية مثلا، هذه الصفحة احنا سيفناها، هذه ما سيفناها بس اعتقد نشوف نفس الشيء، نفس الفكرة. ظلل قل له insert hyperlink او control k، اختار مثلا هذه الصفحة، صفحة بالcurrent folder، وخليه يا سيد عزيز يعرض لك اياها. هذا فتح لك الصفحة current folder بنفس المجلد. واذا تبغى ترسل ايميل، اخر مثال، واذا تبغى ترسل ايميل ظلل الكلمة control k، تبغى ترسل ايميل ايوه اختار ايميل ادرس واكتب الايميل. ايش ايميلك مثلا؟ بتكتب الايميل مالك وات مثلا جيميل والسبجكت. هذا عشان ايش؟ عشان لما يضغط هنا ايش يصير؟ يرسل على طول ايميل لك، فتروح تعمل تشيك على الايميل مالك، طالع الاوت كلوك اكسبريس، تكتب جسم الرسالة وفي عندك سند. احنا ما هو مربوط عندنا، ما عمل له اعداد، بتضغط على سند حتى يرسل لك اياه. احسنت، يا سلام عليك. الان بدنا نضيف صورة، كيف نضيف صورة يا شباب؟ ما نبغى نكتب، انا ابغى من البرنامج. وين نضيف صورة؟ يلا في عندي هنا بالانسيرت هذه بيكتشر، وفي عندي هنا هذه ايمج، شايفها نفسها هذه الايمج. الان اضغط عليها عشان يقول لك حدد لي وين الصورة، حدد وين الصورة. خليها صورة صغيرة، لا هذه هذه الصورة خلاص اوكي. طبعا تغير في حجمها لانه حجمها راح يكون كبير، فغير في حجمها، ضبط امورك مع هذه الصورة. الان خويكم قال لي يا استاذ انا هذه الصورة ابغاها هايبر لينك، ايش نسوي؟ كيف نسويها هايبر لينك؟ ترى هذه جاي بالامتحان، ترى بالعمل جايك هايبر تكس والايمج هايبر لينك جايك. طيب انت الان اخترت هذه الطريقه وهذا صح، او بتظلك ضاغط على الصوره وهذا صح ما يضرك، وتيجي على نفس المكان هايبر لينك. والان يا سيد عزيز بتكتب، تكتب الموقع مثلا www.google.com. وطبعا طريقتكم افضل، طريقتكم افضل انك انت بس رايت كليك وتيجي على الهايبر لينك، لكن هي نفسها، هي نفسها. والان اعرضها يا سيد العزيز وتجد الصوره بالهايبر لينك، اضغط عليها تفتح لك الجوجل. يا شباب احنا نتمنى ذلك. يلا يا شباب استواني. كنترول كي. اذا يا اخوان هذا بالنسبة، تبغى تحذف الان الرابط بس تضغط على ريموف لينك، ريموف لينك.
ايوه يا شباب. لو ما حط نفس الكلام اللي ايش هو؟ لما يروح يعني الماوس الصوره يكون على التب. ايوه يا شباب على الصوره، تبغى تطبقها على الصوره، هذا هايبر لينك، وتعال هنا اكتب التب سكرين، سكرين تب، اكتب مثلا اسم اللي تبغاه، الكلام اللي تبغاه، بس دير بالك هذا ما راح يطلع عندك غير لما تحول لمين؟ للبراوزر. طالع طالع ظهر عندي. قضينا وقضي علينا، باقي عندنا